ولا يتلمس لماذا من هذه. لذلك قال ان الله اشترى البائع. من هو؟ المؤمنين هم الذين يبيعون البضاعه. ما هي؟ النفس الغاليه المعجوزه عند الانسان. الثمن ما هو؟ الجنه. ما لا عين ولا اذن ولا خطر فيها انهار من ماء جري وانهار من لبن وانهار وانهار فيها حور مقصورات لم يتمسوا النائمس قبلهم. هؤلاء هكذا. هذا الرجل من صغاره على البنيك الصغار قبل كبرتهم فليس ينفع بعد كبره الادب. ان الخصوم اذا قومتها اعتذرت ولن تلين اذا قومتها تشبه العلم في الصغار بالنفس في حذر يفضل زين الزهاد في ترك اهداه. في صغره تعلم وسبق لقضي كتاب الله. وهؤلاء يدركوا حقيقه الامر لان تركوا الوطن. لذلك العلم لا ينال الا بالحرص والدرس وخروج الاوطان ونصر المعلم. القائل الذي قال تغرب عن الاوطان في طلب العلا سفرك في اسفار خمس فوائد تخرج هم واكتساب معيشة وعلم وادب وصحبة ماجد. ولكن زدتها اربعة لان احد يفتن رأي العصر. ماذا قلت؟ وجلوس حدائق ونور الفنادق وصوت البنادق وزواج العواتق. الان نختم واختار من الاجانب لا بد. نعم. شباب واجب تاني الناس تسمون بس بالمسجد